بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، يسرنا أن نحييكم من ميدان الاستعراض بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية لننقل لكم احتفال البحرية السلطانية العمانية بيومها السنوي الذي يوافق 3 نوفمبر من كل عام. يرعى هذا الاحتفال معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، وبحضور قادة قوات السلطان المسلحة وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى وشيوخ وأعيان محافظة الباطنة وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد البحرية السلطانية العمانية. يأتي هذا الاحتفال السنوي كإحدى العلامات البارزة في تاريخ البحرية السلطانية العمانية، لكونه من الأيام الخالدة حيث تشرفت في مثل هذا اليوم باستلام الراية الخاصة بها من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. لقد شهد هذا السلاح انطلاقة حقيقية في مسيرة بناء القدرة البحرية، والذي يأخذ على عاتقه مسؤولية حماية المياه الإقليمية بكفاءة قتالية عالية وتجهيزات حديثة تمكنه من الوفاء بمستلزماته في شتى الظروف والأحوال. وهو بذلك يشكل ضمن منظومة قوات السلطان المسلحة تشكيلا قتاليا قادرا على حمل مسؤولية الواجب الوطني المقدس. ويتجلى حضور البحرية السلطانية العمانية في العديد من النشاطات والمهام الوطنية، وخاصة منها ما يتعلق بالتدريب والتمارين المتنوعة التي تجريها على مستوى تشكيلاتها البحرية أو تلك التي تجرى في التمارين المشتركة بين أسلحة قوات السلطان المسلحة، بالإضافة إلى التمارين التي تجرى على مستوى بحريات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن مظاهر التحديث والتطوير التي شهدتها البحرية السلطانية العمانية وجود الصروح العسكرية والتدريبية الشامخة، ويأتي في مقدمة ذلك قاعدة سعيد بن سلطان البحرية.
لقد حظيت البحرية السلطانية العمانية برعاية واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه من حيث تزويدها بكل ما يكفل لها القيام بدورها ضمن أسلحة قوات السلطان المسلحة. وقد امتدت هذه الرعاية السامية لتشمل قطاعات متعددة، يأتي في مقدمتها قطاع التدريب والتأهيل، سلام الشرف المعالي الضيف. سلام قف. وبعد أن عزف سلام الشرف، أيها المشاهدون الكرام، يتقدم قائد طابور العرض مستأذنا معاليه لتفتيش الصف الأمامي لحرس الشرف. صباح الخير سيد. طابور الخريجين جاهز للتفتيش سيد.
يتفضل الآن سيدي معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني الموقر راعي المناسبة بتقليد ميداليات الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من ضباط صف البحرية السلطانية العمانية. يتفضل معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام بتقليد ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد البحرية السلطانية العمانية. أيها المشاهدون الكرام، إن الاحتفال بهؤلاء الرجال الذين يتم تخريجهم في هذا اليوم يعد سمة من سمات التطور، ويأتي حصادا لأشهر من التدريب المتواصل حتى وصلوا اليوم إلى سلم التتويج. طابور دوران اليمين لليمان دور هرم اليسار الأمام معدنال زر Thank you.
الكرام، ستقوم الآن فرقة الحركات الصامتة التابعة لقوة أمن البحرية بتقديم أول عرض عسكري لها، متمثلاً في بعض التشكيلات المصحوبة بحركات السلاح، وهو ما يعكس الإتقان والتدريب والمستوى الذي وصلت إليه هذه الفرقة.
Yeah.
قام متسلقو السارية الآن بنشر أعلام الملاحة وكتابة الأحرف الأولى لعبارة مرحبا بكم في اليوبيل الفضي لقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. Thank you.
حضورنا الأكارم، قام طابور الاستعراض الآن بتشكيل لوحة في وسط الميدان، وهي عبارة عن رسم صورة لسفينة شراعية عمانية تقليدية يعلوها اسم مولانا جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة عزه الله، ويحد السفينة من جهة يمين الميدان اسم عمان، أما من جهة اليسار فيحدها الرقم 43 رمزاً للعيد الوطني 43 المجيد. يتفضل الآن سيدي معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني الموقر راعي المناسبة بتسليم الجوائز إلى الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى دورة الجنود المستجدين الخريجين. حصل على المركز الأول على مستوى عام الدورة جندي مستجد بحري عيسى بن علي بن خلفان السيابي. وحصل على المركز الأول في الرماية جندي مستجد بحري أمجد بن عبد الله بن سالم الكلباني. وحصل على المركز الأول في المشاة جندي مستجد بحري قيس بن علي بن محمد العجمي. كما يتفضل الآن سيدي معالي الدكتور راعي المناسبة الموقر مشكورا بإلقاء كلمته احتفاء بهذا الحفل المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة، المكرمون وأصحاب السعادة، كبار الضباط والمدعوين، الحضور الكرام، إنه لمن دواعي غبطتي وسروري أن أتشرف بالتكليف السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله لرعاية احتفال البحرية السلطانية العمانية بيوبيلها الفضي المجيد
تخليدا للذكرى الغالية التي تسلم فيها رجال البحرية السلطانية العمانية الراية العمانية الراية البحرية من لدن قائدنا المفدى أعزه الله. حضورنا الكرام، إنما حفظه التاريخ لنا من أمجاد بحرية خالدة سطرها أجدادنا البحارة العظام خلال رحلاتهم البحرية وتواصلهم الحضاري مع مختلف الدول والشعوب، تعكس الدور الرائد لأبناء هذا الوطن في بناء جسور المحبة والسلام وتعزيز أواصر الإخاء والوئام أينما حطت رحالهم وأرخت أشرعتهم. ولا شك أن البحرية السلطانية العمانية بما تحقق لها من تطور ونمو في مختلف المجالات فهي ترث هذا المجد العريق لتكمل دورها الحضاري بما يتماشى ومساعي السلطنة ونهجها الحكيم في مد يد التعاون والصداقة والإخاء وإشاعة الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة في البحار والمحيطات. حضورنا الكريم، إذا كانت لي من كلمة وأنا على هذا المنبر فتجدر بي الإشادة بالمكانة المرموقة التي تبوأتها البحرية السلطانية العمانية والسمة الطيبة التي تحظى بها بين البحريات الإقليمية والعالمية. ولا شك أن ذلك لن يتأتى لولا الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا السلاح البحري من لدن جلالة القائد المفدى أيده الله واهتمامه السامي الذي يسديه إلى رجال بحريته الأشاوس. وما هذا الاحتفال البهيج الذي تتزين به هذه القاعدة البحرية الحصينة إلا تعبيرا عن فرحة هؤلاء البحارة البواسل بهذه المكرمة السامية وتجديدا لولائهم وعرفانهم لباني نهضة عمان حفظه الله. أيها الخريجون، إنه من حسن الطالع أن يتصادف احتفالنا بهذا اليوم مع فرحة تخرجكم، فهنيئاً لكم الفرحة وهنيئاً لكم الانطلاقة الحقيقية لتكونوا ضمن مغاوير البحار في هذا السلاح الفتي ولتسهموا مع من سبقوكم في الذود عن هذا الوطن والحفاظ على نقاء وصفاء مياهه ممن تسول لهم أنفسهم المساس به. وليكن معلوما لديكم أن النجاح في أي مجال لا يتحقق أبدا إلا مع وجود إرادة قوية وعزم لا يلين نحو ما يبتغيه الفرد، وأن العمل العسكري يتطلب الكثير من المبادئ التي إن حافظتم عليها استطعتم تحقيق ما يثلج صدور قادتكم. وكونوا خير خلف لمن سلف، فما نشهده من نجاحات شاخصة في البحرية السلطانية العمانية لم تأتي إلا بكفاح لم يعرف الملل أو الكلل، سائلاً العلي القدير أن يوفقكم في مشواركم العملي، إنه ولي التوفيق. أيها الحفل الكريم، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للواء الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية على دعوته الكريمة لنشارك منتسبي البحرية السلطانية العمانية فرحتهم الغامرة. والشكر موصول إلى جميع منتسبي البحرية السلطانية العمانية على حسن الضيافة والاستقبال اللذين حظينا بهما. وفقنا الله جميعا لخدمة عمان الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا المفدى جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، متضرعين إلى المولى عز وجل أن يمد في عمر جلالته ويديمه عزا وذخرا لعمان وشعبها الأبي، وأن يعين رجال البحرية السلطانية العمانية على حمل الأمانة الغالية وهم يجوبون أعالي البحار والمحيطات وجنبهم أهوال البحر ومخاطره، وأن يسدد على طريق الخير خطاهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبور حملة انتهى. الإيمان بالله الولاء للسلطان الذود عن الوطن يا جلالة السلطان قابوس المعظم يا جلالة السلطان قابوس المعظم يا جلالة السلطان قابوس المعظم طابور اتقدم هيئة الاستعراض هذا الوسط معدد الفر طابور سلام الشرف معالي الضيف سلام قف شكرا سيدي بهذا نقلنا لحضراتكم مشاهدين الأعزاء وصفا كاملا لمناسبة احتفال البحرية السلطانية العمانية وتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين لكم التحية من مخرج الحفل وفريق النقل على أمل اللقاء بكم في مناسبات قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير